عليكم، مرحبا بكم في قناة أم منتصر وهناء. جيت اليوم نقدم لكم واحد الكيكة اللي كتجي زوينه وكتجي شيشه، الكيكة بالبودرة ديال الحليب. او سمحوا لي البنات على الغياب حتى انا كنطول نظرا البنات لظروف خاصه كنطول شويه، ولكن دائما راني معكم حتى انا. كنتمنى غير تشاركوا في القناه ديالي ودعموني حتى انا باش القناه ديالي حتى انا نزيد لقدام ونكمل الشروط ديال اليوتيوب ان شاء الله، حتى انا مازال ما كملتو. ودابا غادي ندوزو معكم للمقادير ان شاء الله. عندي هنا 4 ديال البيضات كبار و4 معالق كبار ديال الحليب غبره. اللي ما عندوش الحليب هكذا دالحبار يدير صاشيه كامله، هذيك الصاشيه كدير 5 دراهم. عندي كاس ونص ديال سنيده بالعبار ديال العنبه، عندي كاس ونص ديال الزيت، عندي واحد ياغورت بنكهه الفاني، عندي خماره بيضه فانيه وجوج خمارات فيها 16 غرام، عندي واحد معلقه كبيره ديال الخل، جوج كيسان ديال الطحين، الطحين البنات خاص بالحلويات، واحد جوج معالق كبار ديال الماء دافي، ورشيشه ديال الملح بطبيعه الحال. دابا غادي ندوزو باش نخلطو المقادير ان شاء الله. دابا البنات غادي نديرو 4 ديال البيضات كبار، وما يكونوش البنات في الثلاجه، يكونوا دافيين على درجه الحراره ديال المطبخ. الا كانوا في الثلاجه يمكن لكم ديروا واحد الكاسرونه فيها الماء وديروا فيها البيض غير شويه يدفاو. غادي نزيد واحد الصاشيه ديال الفاني. هاد الكيكه البنات كتجي زوينه، كنخلطوها غير بيدينا بلا قرب بلا والو، كتجي زوينه شيشه وطبا. واحد الرشيشه ديال الملح البنات من طبيعه الحال، اي حلوه كنديرو فيها رشيشه ديال الملح. الغراف غير باش نزيدو كاسونس ديال سنيده العبار ديال العنبه، لو بغا البنات يخدم الطراب الكهربائي ولا الكاس ديال مونيكس ماشي مشكل يديرو. انا استعملت غير يدي بس حتى نديرو هاد الكيكة للضيوف القلا ولا الدراري دابا كيقراو، خاصهم شي حاجة باش يفطرو باش غير طربو البنات شوية البيض دوب سنيدة. دابا البنات بعد ما طربنا البيض مع السكر وداك الفاني، غادي نزيدو واحد الكاس ونص ديال الزيت. كما قلت لكم البنات ديما الحبار كاس العنبه، غادي نزيد البنات واحد جوج معالق كبار ديال الماء دافي. غادي نزيد واحد الياغورت بنكهة الفاني،
دابا غادي نحركو الياغورت مع الزيت مع البيض مع كلشي. غادي نزيد 4 المعالق كبار ديال الحليب غبرة البنات من قبل، بعدا غادي نغربلو اذا كان فيه شي كويرات ولا شي حاجه. دابا غادي نزيدو جوج كيسان هنا ديال الدقيق، نغربلو بطبيعة الحال. انا كنستعمل البنات هاد الدقيق هذا كيجي زوين الحلوه. الدقيق هذا البنات الاتقان ولا حتى تريا تا هو كيكون زوين. المهم الدقيق خاص بالحلويات. غادي نخلطو نسيت البنات جوج صاشيات ديال الخميرة كل وحدة فيها 8 غرام بالمجموع 16 غرام. البنات الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل. هذا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الخل اخيرا البنات، واللي عنده حتى الخل البيض ممكن يديرو. دابا البنات غادي نجيبو واحد الاناء فاش نديروها ندهنوه ونطلقوه. ها هو البنات بعد ما دهنا القلب ديالنا بالزبده وشطو بشويه ديال الدقيق، دابا غادي الزيت دينا الفوق. دائما البنات كما كنقول لكم تكونوا كاسد تخويو الخليط في القلب الزيت يكون فوق شويه. كتجي الكيكه طالعه كتجي مشفشه. صدقوني البنات هاد الكيكه كتجي زوينه كتجي هشيشه. دابا غادي ندخلوها للفران بارد ونخليوها واحد 45 دقيقة ومن بعد ما طيب نطلقو ان شاء الله. هيا البنات بعد ما طابت الكيكة ديالنا كتجي على هاد الشكل هذا كتجي هشيشة البنات، غير جربوها ما غاديش تندمو عليها. غادي نقطع لكم واحد الطريف واخا راه باقا سخونة البنات، لكن نقطع لكم واحد الطريف تشوفوا كيف كتجي.
ها هي البنات غادي بس ها هي البنات شوف كي كتجي، كتجي مجعبه وكتجي زوينه. نجي زوينه ولا عجبكم الفيديو كنتمنى تجربوا هاد الكيكه وتفرحوا بها وليداتكم، وما تبخلوش ما تبخلوش عليا البنات باللايك وشاركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.